شفت امبارح حته حلم مدهش. خير؟ شفتي نفسك بتعدي المنش ولا ايه؟ هو انا كنت بعوم بس ما كنتش بعدي المنش. انتش عرفك؟ مفيش يا ستي، قعدت ترفصي جامد وخبطتيني خبطتين هايلين صحتيني من احلى نومه. يا كسوفي، هو انا كنت بعوم بس مش في المنش، انا كنت بعوم في بيسين الفيلا بتاعتي. ما شاء الله، انت عندك فيلا فيها بيسين. الله يا محمود، ده في الحلم. عارف حته الارض بتاعتنا اللي في الهرم، حلمت ان احنا بنبني عليها فيلا، وعارف مين المهندس اللي كان بيبنيها؟ مدام حلمي، يبقى عثمان احمد عثمان طبعا. اشرف اخوي. اشرف هاي، بس اشرف لسه مخلص ثانويه السنه دي. ايوه، وبيحلم يدخل هندسه عشان يبقى مهندس معماري. خلاص ان شاء الله اول ما يخلص هندسه يبني لنا الفيلا دي. انت بتتريق؟ والله يا ستي ما بتريق، انا راجل متفائل. طب يلا يا متفائل، الحق افطر بسرعه عشان ما نتاخرش على شغلنا. بالهداوه يا ناديه، العصبيه دي مش هتوصلك لحاجه. انا هتجنن يا ساميه، هتجنن. مدير الانتاج اللي ما عندوش ضمير ده هيوديني في 60 داهيه. طب انتي دفعتي له ال20,000 جنيه دول قدام حد ممكن يشهد؟ لا، انا بس اللي كنت في المكتب، اديته الفلوس وما ضيع الايصال. فجاه الايصال اختفى، حاولت معايا مديري وصل تاني مرضيش، واستهبل وعمل انه ما خدش الفلوس من اصله. طب والحل ايه دلوقتي؟ مش عارفه، رئيس مجلس الاداره محولني للتحقيق. لو الايصال ده ما ظهرش يبقى كلام مدير الانتاج صحيح، يبقى انا رحت في 60 داهيه. هجيب ال20,000 جنيه منين؟ اما مدير انتاج ندل وحرامي، في حد يعمل كده؟ طبعا، فرصته عشان ينتقم مني. ما هو طول ما انا براقب وراه مش هيعرف لا يسرق ولا يسمسر من ميزانيه الانتاج. جت الفرصه بقى عشان ياخد بطاره مني. الو، ايوه صباح النور. موجوده. نقولها مين؟ ثانيه واحده، نادية شؤون القانونية عايزينك. مش قلتلك مش هيسيبوني في حالي؟ الو، ايوه يا فندم. حاضر حاضر والله، جاي حالا. ادعيلي يا سامي ربنا يستر معايا والحياة تبان. ربنا معاك يا نادية. هنا بقى البنت هتقوله صح صح، انا عرفت دلوقتي ليه انا بموت فيك. بس كده يبقى قفلنا الاعلان 100 100. محتاجة تجرب؟ نجرب. ولم السائع يا اسد. ماشي يا سيدي، ده حسابك كام قبل كده؟ 15 جنيه. والاثنين دول بكام؟ ب 2 جنيه. 2 جنيه من 15 جنيه يبقى فاضل كام؟ 13. 13 جنيه، ادي 10 جنيه يا عم. تعالى. هيص. الله يخليك يا اسامه، انت الوحيد اللي بتراضيني في الشركه دي. خلاص بقى. ربنا يكرمك في اللي انت بتعمله. حاجات بسيطة. يلا. جاهزة؟ يلا. خلي لي بقى السكريبت معاكي. اوكي. ها؟ وانا حافظ دور الولد وانت تقولي دور البنت. تمام. يلا. اوكي. احنا لازم نفترق، لازم. ليه بس؟ ليه؟ بموت فيك، مش عارف انا ليه بموت فيك. انا عارف كويس قوي انت ليه بتموتي فيا، عشان جبتلك التلاجة من سيكو بيش، جبتلك الغسالة من سيكو بيش، جبتلك الميكروويف من سيكو بيش. صح صح، انا دلوقتي عرفت انا ليه بموت فيك. سيكو بيش سيكو بيش، سر الحب اللي يعيش. فعلا هي. لا ولسه بقى كمان لما الممثلين يعملوه بقى مع شويه جرافيك مع شويه زوم ان على زوم اوت، هنعمل روشه المتفرجين، اعلان هيكسر الدنيا ماما. فعلا، بس اهم حاجه اللي في الاخراني. انا دلوقتي بس عرفت قد ايه بموت فيك. ايه ده يا هانم، ده ايه ده اللي بتموت فيه؟ انا يا سمسم بموت في جوزك العبقري. وكمان بتقوليها في وشي؟ ايوه طبعا، جوزك ده انسان فظيع، ده مؤلف سوبر. يا خبر، لا لا انت فهمتي غلط، انا كنت بقوله انا دلوقتي بس عرفت انا ليه بموت فيك، دي نهايه الاعلان اللي احنا بنعمله. اعلان ايه؟ اعلان سيكو بيش سيكو بيش، سر الحب اللي يعيش. سيكو بيش اللي هو بتاع الغسالات والثلاجات والبوتاجازات والحاجات دي كلها. سيكو بيش. طيب دي بقى ميزانيه سيكو بيش، يا ريت تراجعها علشان نلحق نمضي الشيك بسرعه. طب كويس انها خلصت، لا اراجعها ونخش نصور الاعلان على طول. على طول ان شاء الله. ممكن تيجي معايا دقيقة برا؟ ليه؟ كده؟ محتاج اتكلم معاك على انفراد؟ لا لا خليكم، أنا ماشية. خلاص كده يا محمود، أظن كده الإعلان 100 100، وأظن إحنا متفقين. عند إذنك. هي إيه الحكاية؟ جوزك ده عبقري. أنا دلوقتي عرفت أنا ليه بموت فيه، أظن كده إحنا اتفقنا. هو أنت في إيه بينك وبينها؟ في إيه يا سامية؟ أنا وشهيرة معقولة؟ زملاء وبنشتغل كويس سوا. تعال تعال سيب ايدي، اشمعنى دي اللي تشتغل معاها؟ ليه ما تشتغلش مع مخرج راجل؟ في ايه يا سامي؟ راجل ايه وست ايه؟ انت عارفه كويس قوي ان شهيره زميلتي وبنستريح وبنشتغل صح سوا. خلاص اشتغل اشتغل ونشوف اخر الشغل ده ايه.
اشتغل والشغل وفي ايه يا سامي؟ اسال نفسك، تحب البس لك يعني جينز محقزه وعليه بادي واقوم ضاربه شعر اصفر ومطولاه وامشي اترقص لك؟ اظن كده اتفقنا. ايه الجنان الرسمي اللي احنا فيه ده؟ الو ايوه يا استاذ فاروق، حاضر هجيب الشريط واجي لك حالا. حاضر، مع السلامه.